اللي واكل عقلك يتهنابه. انت صحيت يا مش بقولك اللي واخد عقلك يتهنابه. انك بتقول انك خصمت النوم الليلاتي. ما ينام الليل الا اللي خالي البال يابا. الله يا بنتي، فين البال الخالي دلوقتي؟ نام في النازل، ربنا طلعنا منها على خير. ما تشر عليك يا حاج، ما تشر عليك. وبعدين هتفوتني لمين يعني؟ عندك حق يا بنتي، ما عملتش حساب انا اليوم ده. وهسيبك بطولك، العم يحن ولا اخ يوصل بالظهر. بس ربنا رحمته واسعه، والمعلم سداد انا بعتبره زي اخوك واكتر. هو بالنسبه لي اغلى من صلب ظهري. طبعا، امال ايه؟ المعلم راجل مفيش منه، طول عمره سداد وابن اصول. سداد وابن اصول بس ما يجوز ليكيش غير اخ. فاهمه ده؟ ايه يابا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ابوكي واعي وشواف، واللي تخبيه عن الدنيا كلها اشوفه من ورا عينيكي. ولا رب خير من اللي اشترى من ابوكي. انا هقوم اعمل لك حاجه. بقول لك ايه؟ اشتري مني الكلمتين دول. انا ما ارضاش لبنتي انها تبقى خربت بيوت وتكسر عيشها وملحها مع صاحبتها، صاحبه عمرها. انا عارف حبيبتي ان القلب بنى السلطه عليه طالما طالب الحلال. انما اوقات حرار ربنا من غير ما ناخد بالنا يفتح باب ظلم الناس على الناس. وزمزم عشرتنا الحلوه طلعت انت وهي والمعلم ثلاثه اخوات. القلب على القلب، ما تخليش قلبك هو اللي يخرب على صاحبتك واختك ويكسرها وانفرط عقد العشره. يابا الكلام ده مش انا فاتح قلبي واكلم حته من قلبي. صعب على الاب يقطع خيط الحياه بينه وبين بنته ويقول لها الكلام ده. بس انا حبيبتي مش بعتبرك بنتي بس، انت صاحبتي. ما تخافش يابا، بنتك لا يمكن تخون العيش والملح ابدا. ذهب رواية ايدك يا معلم بشر مش خربت بيوت.